بكم في كورس الكارديوفاسكولار سيستم. أنا علي الأكبر من جامعة كربلاء. رح نشرح الانفستيجيشن وهي تعتبر انتروداكشن للكارديوفاسكولار سيستم. المحاضرة فهم المحاضرة ما تحتاج وما مطلوب منكم ما تحفظون منها أي شيء. Just understand the basic concept of it and that's it. ولو المحاضرة حشوفوها ساعة طويلة but just watch the video or just read the lecture, that's enough for you. We as a physician, when we are faced with a patient with the cardiovascular disease, we have a multitude of investigation to either confirm the disease diagnosis or know the prognosis of the disease, meaning the outcome monitoring the treatment or outcome of the disease. وتست عن تست يختلف بشغلة اسمها sensitivity والspecificity. A sensitive test meaning إنه هو the ability of the test to detect the disease. The higher the sensitivity, the higher the ability of the test to detect the disease. A specific test meaning it's how accurate it can detect that disease. ويختلف عن investigation. مرات the investigation نفسه يطلع لك تيست اللي هو بوزيتيف بس هو لا هو اصلا ما عنده الديزيز. يعني واحد سوى التحليل سوى تحليل لديزيز معين اللي هو مثلا ديزيز اكس, فطلع التيست هو بوزيتيف انه هو عنده هذا الديزيز, بس هو لا. التيست مشكلته انه مرات يطلع بوزيتيف التحليل بس هو اصلا نيجاتيف. اوكي, من اول تيست رح نقرأ بالكارديوفاسكولار سيستم اللي هو الإلكتروكارديوغراف واللي هو نفس الـ ECG, EKG, it's the same thing. الـ basic principle إلكتروكارديوغراف من الاسم مالته it will record the electrical activity of the heart on a piece of paper. Okay, so if you imagine the electrodes اللي هي الـ venule attached to the patient chest اللي هي الـ cameras to the heart. وهذين الكاميرات كل كاميرا, if this is the camera, okay, كل كاميرا راح تسوي recording للإلكتريكال activity مال السيل. إذا نفرض هاي السيل, كل ما تتغير إلكتريكال activity كل ما الكاميرا راح it will record that change in electrical activity. شنو الشغلات تسوي change بالإلكتريكال activity؟ سهلة, الإلكتريكال activity داخل السيل تعتمد على الإلكترولايت. إذا صار عندنا electrolyte disturbance راح تتغير electrical activity. إذا صار السيل صارت larger فالإلكتريسيتي راح تزداد. إذا صار بالسيل death فالإلكتريسيتي راح تقل. إذا عندنا drug يأثر على electrolyte فهمنا راح يغير بالإلكتريسيتي مال الهارت. هو هذا basic principle مال الـ EKG أو الـ ECG. هو متكون من 12 ليد, ال 12 ليد لهذا يسمونه 12 ليد اي سي جي. كل ليد من يقيس الالكتريكال اكتيفيتي مال الهارت راح يطلع لنا ويفز. الويفز تتقسم الى بي كيو ار اس تي يو, هذني الويفز مال الهارت. كل ويف مثلا بي ويف ويل ريكورد ذا ابر تشامبرز مال الهارت, والكيو ار اس راح تقيس الالكتريكال اكتيفيتي مال اللور سيجمنت اوف ذا هارت, لور تشامبر, لور فنتريكل, سميها كيو ار اس. اوكي, ليش سميناها بي كيو ار اس تي؟ وتتوقعون اذا اكو ويف, اذا هاي الويف شنو تتوقعون اسمها؟ اذا بي كيو ار اس تي فالويف اللي وراها يو. بالتسميه مال الاي سي جي من اعتمد انه اي بي سي دي. ليش؟ لأنه في يقولون شنو إذا اعتمدوا على letters اللي هي بالميدل مال الالفابت, لأنه إذا أجت wave قبل الـ A wave شن سميها؟ أو إذا سميناها إذا هنا أكو wave اسمها Z, أوكي؟ شنو wave اللي نسميها وراها؟ ماكو, يعني ما نقدر نسمي إذا صارت أكو wave ورا Z wave ما نقدر نسميها اسم إذا اعتمدنا. يعتمدون على letters in the middle of the alphabet, أوكي؟ So as a summary, إنه هو diagnostic بال ECG هو test بالcardiology, لح يقيس electrical activity والconduction بالheart على piece of paper.
الكونديشنز مال اللي يقيسها هي اما ميتابوليك اللي هي سواء هايبوكاليميا هايبركاليميا او فارماجيكال توكسيسيتي اللي هي التسوي الكتروكرايت ديستربنس اوكي اسكيميك هارت ديزيز سواء اذا السيل صار بيها نكروسيس الالكتريسيتي مالتها راح تقل والارثميا اللي هي الديستربنس بشكل عام بالالكتريسيتي مال الهارت سواء كان انه البوينت اللي يطلع منها الالكتريسيتي راح يختلف او اكو اكثر من بوينت تطلع الكتريسيتي فكل هذا اختلاف السمبل تشينج ان الكتريسيتي ذا اي سي جي ويل ريكورد ات ومن هنا البريكارديال ديزيز اللي يهمنا تاثر على الالكتريسيتي مال الهارت سواء ذي يعني كفر ات تخيلوا مثل انه اذا صار مثلا بيركارديال ديزيز انه الويفز راح تقل يعني الكتريسيتي اللي راح the ECG will record will be less okay التقسيم مالي الـ ECG هو component مالت الـ P و QRST الـ P اللي هو قلنا انه هو الـ upper chambers الـ right و left atrium والـ QRS complex اللي هو يقيس الـ lower chambers الـ right و left ventricle الـ final wave عندنا T wave اللي هي الـ electrical recovery مالي الـ heart مالي الـ ventricles okay in details راح ناخذ الـ ECG نشرح in details بالعملي بال another lecture for it but this is just an introduction about the uses of the ECG. الـ ECG بأنواع. This is arresting ECG. When any patient is lying down or سواء he's confronted with this patient and he presented with like يعني heart disease you know, presented to the ER جان الطوارئ قال انه هو عنده chest pain chest pain فهو اسمي resting ECG راح اقول له lie down وراح اخذ مثل picture لل electrical activity at that moment okay اكو شيء ثاني اسمه holter ECG ambulatory ECG الفكره مالته اذا واحد عند الـ electrical activity تجي مثلاً every 3 hours every 4 hours إنه ما يقدر كل 3 ساعات يعني هو إجا صار عند الأرثمية أو صار عند الـ electrical disturbance وإجاني للـ hospital وأنا سويت الـ ECG طبعاً يصير normal لأنه هو صارت episode أوكي يعني ما أقدر هو ما يقدر يقول لي مثلاً إنه من صارت الـ episode يلا خلينا نسد الـ ECG خاطر نقيس الـ أو خاطر know what's the problem أوكي ف we have another test نقدر نسوي اللي هو ECG بس portable يقدر يشيله ويقدر يسوي record على مثل الفيديو ذاك ياخذ picture هذا ياخذ فيديو لل electrical activity على مدى weeks okay سواء 7 day 3 to 4 days weeks حسب ال device اللي احنا نستعمله اكو لا اكو ال disturbance والديزيز عندهم بالهارت بالالكتريسيتي مال الهارت هو كلش سيفير او احنا وي بريدكت انه هو كلش هاي مورتاليتي مالته عاليه وهو يصير فترات كلش بعيده مثلا يصير بالسنه مره يصير مثلا كل سنتين يجي عند سينكوبي هي لوز كونشسنس واحنا وي نو ذا بروبلم از وذ هيز هارت فاحنا شو نسوي فلقينا alternative لهاي السالفة فسوينا transcutaneous اللي هي the picture on the right انه نسوي transcutaneous مثل ال pacemaker نخليه وهو هذا راح يسجل electrical activity خلال 1 to 3 years وهذا ال holter monitor هذا حيقيسه خلال days to a week وهي الفكرة مالته انه واحد اذا عنده intermittent rhythm إذا عنده intermittent problem هاي intermittent إنه على short duration على left الهولتر والintermittent على long duration اللي هو subcutaneous شلون يجينا هو كsymptoms هو يجينا أما palpitation إنه he feels like there is a disturbance in his heart rhythm هو يحس هو يقول لك أحس إنه دقات قلبي انه احس اكو زياده بدقات قلبي هيك يعني هو يجيك palpitation presenting mild palpitation او يجي شلون يجي يقول انه عنده syncopal attack يعني انه هو البيشنت he will lose consciousness okay when we search for the cause واحده من الكوزز مالتنا ان هي cardiovascular بحيث انه الهارت
fails to pump blood فهو cardiac cause من ماكو blood يوصل إلى brain فيصير عندنا loss of consciousness يصير عندنا syncope المي خلي الهارت كونتراكت اللي هو disturbance مال electrical activity إذا ماكو electricity توصل للهارت أو فصير failed مال contractility failed بالcontractility اللي هي يسوي لنا syncope فهي أي disturbance بالrhythm يسوي لنا syncopal attack و more details راح ناخذها بالأرذمية. So next slide اللي هي الامبيوتري ECG هو portable version مال ECG الindications مالته الناس اللي عندهم intermittent rhythm اللي هو سواء يجي intermittent palpitation intermittent dizziness syncope ليش وقت نستعمله اذا اكو اذا الستاندرد ECG هو ياخذ سناب شوت just a picture و unable to detect the intermittent rhythm اللي هي على long or on a long period of time بالهذا سوينا الهولتر اكو مرات نستعمله لشيء اسمه اذا مثلا واحد ياخذ علاج مال الارثمية ونشوف اذا هل علاج is it working or not يعني مو مثلا انا اعطيه العلاج هو يستمر عليه لمدة تقريبا سنة ما رح انه كل شهر اقول له ها تعال خلي اقيس لك بهالمومنت هل بهالمومنت you have a normal rate and rhythm no فهو اعطي انه بورتابل اي سي جي وياخذه وياه وبعدين انا اجيب واقرا الريكوردينجز مالته اكو ديفايسز انه هي الريكوردينج راسا تنزل للهوسبيتال نفسها مرات شنو اذا اكو اي تشينجز اذا اكو ترانزيت يعني مايوكارديال اسكيميا همينه ريكوردزت في يعني اذا صار عندي اتاك وحده مال اسكيميا مال انه الكورونري ارتريز فيل تو سبلاي ذا ماسلز اوف ذا هارت انه هاي ات ويل ديتكت ات اوكي لانه الاسكيميا راح تسوي اي سي جي تشينجز وهذا الترانزيت وذ ا بيريد اوف سكندز راح يقيس الاي سي جي اذا قلنا اذا سيمتومز اوفر ا بيريد اوف سيريس و over a period of long period of time over the period of years بنستخدم انه هو implantable subcutaneous device to record the rhythm وقلنا over 1 to 3 years عندنا patient ثاني انه هو اجى اكو شيء اسمه stress ECG او exercise ECG انه شنو البيشنت نفسه ما عنده اي symptoms بس السيمتومز يعني انه هو اجانا للهوسبيتال عنده chest pain اوكي التشست بين سوينا اي سي جي الفيرست لاين مال التشست بين اسوي له اي سي جي اوكي اي سي جي الاي سي جي طلع نيجاتيف ما عنده اوكي قلنا نسوي له بلاد تيست اللي هو بايو ماركرز هم طلعت نيجاتيف اوكي شنو التست اللي وراه اوكي هو اجانا تشست بين يعني ما قلنا انت كذاب تعال لا انت ما عندك تشست بين نو اكو تيست نسوي ثالث اسمه ستريس اي سي جي ستريس اي سي جي او اكسرسايز اي سي جي كبيسك برينسيبل مال انا مود نشرح الستريس اي سي جي انه نعرف انه اترست البيشنت هاز بريزنتد تو ذا اي ار اجاني للاي ار وعنده ديجري مال ستينوسيس ديجري مال ارتري كورونري ارتري ديزيز بحيث انه هو اترست الوضع نورمال يعني انه المايوكارديال از نوت اسكيميك اترست بس شنو ات اكتيفيتي من اخلي البيشنت عنده اكتيفيتي راح تزداد الديماند مال الهارت تشوفون انه هذا قد ناروينج بهذا الارتري فمن increase demand or decrease oxygen demand increase blood flow وعندنا stenosis فالمنطقه تصير اسكيميا ومن تصير اسكيميا راح تصير اي سي جي changes فهو شنو اترست و at that point بالهوسبيتال هو اترست الا اخليه جوا ستريس الا اخليه on a certain stress يلا تطلع الاي سي جي changes هي هاي الفكرة مالته. فاحنا اترست وي اس يعني ذا بيشنت انه هو كل شيء ما عنده ات اكسرسايز انه خليه على تريدميل واقول له اوصل لسيرتن احدد انه بيشنت عنده سيرتن هارت ريت اني لازم اوصل له على مود تطلع الاي سي جي تشينجز اسمه نورمال ماكسيمم هارت ريت انه اذا اني بيشنت عمره 20 سنة الماكسيمم هارت ريت مالتي 200 اذا واحد عمره 100 سنة الماكسيمم هارت ريت مالته 120 and so on and so on and so on اوكي وواحد عن واحد تختلف انت يعني مثلا انت واحد عمره 20 سنه
هو اصلا مثلا ما راح تطلع الاي سي جي تشينجز اذا هو صدق عنده، ما راح تطلع اذا 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 انا وصلت الهارت ريت مالته 100. It's not something that يعني heart يعني interpret as a demand. لأن هو it's normal heart rate مالت حتى لو increased بس مو الماكسيموم مالته، مو الكباسيتي مال الهارت. ال في ال وبس المشكلة مالته شنو؟ المشكلة مال الستريس اي سي جي أو الاكسرسايز اي سي جي، إنه مثلا أني من أكو young patient يجينا إنه هو يطلع بوزيتيف، ما معقوله يعني هو اصلا يانج، ادور بعدين نسوي بقيه التستات انه هو يطلع اصلا ما عنده ستينوسيس، فمرات يسموه اسمه فولس بوزيتيف، مينج ذا بيشنت داز نوت هاف ذا ديزيز بس ذا تيست سيز ذات هي هاز ذا ديزيز. اوكي، فالتستات تختلف بالاكيرسي مالتها، هو هذا الاكيرسي مال التست. اوكي، فهو هذا مشكله الستريس اي سي جي، انه حيصير عندنا انه هو it's not that sensitive. It does يعني انه مرات واحد عنده severe disease هو هذا stress ECG، مرات عنده واحد severe coronary artery disease او severe disease انه بس هو it will not able to detect it. اوكي، واحد عنده high risk factor مال coronary artery disease وال stress ECG يطلع negative، مرات واحد normal ويطلع test positive، فهي هاي مشكلة stress ECG ولهذا ما نستعمله هواي. فالستريس اي سي جي همنا is another version of the 12 lead ECG، بس الفقرة مالته انه the patient during exercise or on a bicycle. من يصير a principle من هو increase myocardial demand يصير on coronary blood supply ويصير inadequate oxygen، فرح يسوي stress ورح يسوي myocardial ischemia، وهي myocardial ischemia سوي ECG changes. ذولا ياهم اللي اسويلهم اللي عندهم low risk moderate risk factor of significant coronary stenosis، وهاي انه اعرف moderate or low يعني تختلف حسب الايج، انه عندنا low test probability انه هاي انه هي جداول خاصه بالcoronary artery disease احنا نعرفهم، بس انه هو احنا ك simple concept انه مثلا واحد عنده 40 سنه فرق عن انه هذا عنده احتمال low risk مقارنة بواحد عنده 60 سنة وعنده hypertension وعنده DM، فهي هاي تنقسمها. In details رح ناخذ ايش وقت انه هو الجايدلاينز ايش وقت نستخدم الـ ECG stress ECG بالضبط بالـ coronary artery disease. المشكلة مالتس is now is less used because of the low sensitivity to not able to detect the disease بالـ all patient. انه مرات يصير عندنا low risk individual او تجينا asymptomatic young patient ويطلع التست بوزيتيف، ومرات يطلع انه false negative انه ناس عندهم severe disease. الستريس تيستينج انه شوكت كونترا انديكيتد اذا هو اصلا عنده stenosis مثلا 90% stenosis، او فاصلا انت اي اصلا هو ما لازم يدخل اكسرسايز، وانت خليته اكسرسايز انت بدك تسوي له اسكيميا، بدك تسوي له ريفرسبل اسكيميا، فطبعا بنسوي له واحد عنده اكوت كورونري ارتري سيندروم، او هو صار عنده ام اي اولت البارحه وانت تعرف عنده ام اي، ما تجي تخليه مثلا عند على ستريس اي سي جي. اوكي، لو واحد عنده تي كومبنسيتد هارت فيلير انه اصلا ذا هارت فيلز تو بامب بلاد واصلا هايلي سسبتبل تو اسكيميا، واني اجيت خليت على ستريس انا سويت له اسكيميا، ومرات severe hypertension اني او مرات ان severe hypertension اصلا يطلع false negative جماعه الهايبرتنشن. اوكي، احنا عايش وقت اقول هذا اي سي هذا الستريس اي سي جي ترى انه هذا acute coronary artery disease. اذا عندنا اي سي جي changes اللي هي يسموها ST elevation and depression، هاي بالأماي هي بس ST elevation and depression، أو عندنا من يسوينا monitoring لل blood pressure راح يسوينا low blood pressure لأنه صار عندنا failure to the contractility مال الهارت، فصار عندنا low blood pressure، ومرات إنه duration مع exercise مالتي أقل من 2 minutes وعندي cardiac symptoms صار عندي chest pain. طبعا يعني إنه هذا positive، رأسا نقول positive عند stress، عند ال ECG مالته stress ECG مالته positive. ترى مرات هسا عندنا patient، هسا نرجع للإكزامبل مالتنا،
انه patient عنده ارثميه قلنا كل سنه او سنتين ومرات انه كلش difficult عنده ارثميه بس اريد اعرف الكوز ما اعرفه اريد اعرف what's wrong in specifically بالوين وين الكوز يعني هل سواء انه الكوز بالاتريوم بالضبط سواء هل هو بالبارت مال الفنتريكل I don't know الاي سي جي ما راح يعطينا انه اللوكيشن بالضبط فشيء اسمه electrophysiological study انه اطبب كاثيتر look at the picture on the left انه اطبب كاثيتر واشوف اني ال points تولد electricity اللي هو سواء الاس اي نود الاي في نود اذني راح اقيسن راح اشوف البروبلم وين بالضبط هذا اسمه اللي هو diagnostic measure مال electricity انا اطبب كاثيتر هو invasive measure لان انا اطبب كاثيتر بالارتر inside the heart على مود ايش اسمه مرات انه نسوي therapeutic to treat the disease شلون مثلا اذا عندنا قلنا انه عندنا point اللي هي this green point انه هي تعطي electrical activity electrical disturbance سوت لنا بالسيستم مال الهارت فشنو اطبب كاثيتر الكاثيتر يسوي راديو ويفز بعد يسوي ابليجن يعني كانه هي ما موجوده اصلا يعني it destroys the point that generate the abnormal electrical activity and this is the point of the electrophysiological study okay it's either ومن عندنا انه فيقول انه الاي سي جي والهولتر مونتر انه يستخدم diagnostic patient at home palpitation syncope بس انه مرات انه الايتيولوجي والكوز از نوت كلير فاستخدم الالكتروفيزيولوجيكال ستدي الكاثيتر يقول لك الكاثيتر انسرت تو ذا هارت وير ابنورمال هارت نشوف وين وير ذا ابنورمال هارت بيت از كومينج فروم ويستخدم ثيرابيوتيك ميجر انه هو راديو ابليجن اوف ذا ارياز اوف ذا اكسسوري باثويز بين قوسين قصده انه الارياز اوف ذا ابنورمال الكتريكال اكتيفيتي مال الهارت اوكي قبل لا ننتقل للكارديو بايو ماركرز انه خلينا نفرض مثال هسه انه واحد اجانا عنده ارثميه مين الكومبلين مالته كانت بالبيتيشن الموست كومن اوكي فانا شنو التست اللي اسوي فانا اسوي له تست اسمه اي سي جي الكتروكارديوغرام خلينا نفرض انه هاي البالبيتيشن ات هو اجى كومبلين بالبيتيشن بس البالبيتيشن نفسها من سويت له التست طلعت ماكو يعني بالاي سي جي اتس نوت ديتكتد اوكي مشيتها اني قلت له اطلع ماكو شيء لا الحمد لله قلل شاي قلل قهوه مثل اي دكتور ممتاز راح يجينا هذا البيشنت نفسه ورا مده راح يجينا سينكوبي اني همين اعرف عنده هيستوري مال بالبيتيشن اعرف صار عنده سينكوبي وسويت له الاي سي جي همينه وطلع نيجاتيف انتقل للخطوه اللي وراها اللي اسوي له هولتر مونيتور انه اسوي اي سي جي اقل اخذه وياكلي البيت اخذه قيس نشوف اذا اكو صار ديستربنس بالالكتريكال اكتيفيتي فهنا طلع البيشنت مالتنا طلع بوزيتيف انه سواء كان صار عنده الارثميه مثلا بثلاثة الظهر وانا قستها اوكي اتس كونفيرم يور دايجنوستس سيم بيشنت انه بس هو اجى سينكوبي انه انا اعرف بيشنت عنده ريسك فاكتور مال سيفير سينكوبي والسينكوبي مي ليد تو ديث فانا شنو التست اللي اقدر اسويه هسه انه اقدر اخلي له سبكوتينيوس اي سي جي سبكوتينيوس انه اذا اجته بالسنه مره انه هاي بالسنه مره راح يقيسها هذا ومن راح تصير ابيسودز انه راح ريكورد ات ونو ذا دايجنوستس اوكي هذا عرفنا سوينا سبكوتينيوس اشتغل طلعنا طلعنا الدايجنوستس نفس هذا نفس بيشنت ثاني صار عنده بالبيتيشن وصار عنده اي سي جي والاي سي جي طلعت له بي فايندينجز بس بوت وي يعني اتهم هير فايندينج وي كانت انتربريت ذم لما ما نقدر نعرف شنو الكوز بالضبط شنو هو فننتقل للخطوه اللي وراها اللي هي يا هي اللي هي الكتروفيزيولوجيكال ستدي وهي هاي هم دايجنوستيك وهم ثيرابيوتيك اذا اكو ارثميه وهذا مال اذا اكو عنده ارثميه اذا نفس واحد عنده البرزنتيشن مالته قلنا هو جست chest pain واحد عمره 40 سنه او 40 سنه وعنده chest pain سويت له تيست على مود شنو اول تيست اسوي له اي سي جي
it will detect a myocardial infarction. The ECG ما تطلع abnormal, إنه طلع قصدي sorry إنه طلع negative, إنه ما طلع نفسه إنه هاي ما طلع positive, بس هو عنده بعد هي الكومبلين أنا عوفه لا chest pain is a, يعني a cause of death. ما بقي هيك شيء فسوي له شيء اسمه stress ECG. If he was able to run, أخليه على treadmill. إذا أو bicycle. إذا ما يقدر فأعطي دواء اللي هو pharmacological treatment إن هو راح يسوينا stress على الهارت وراح يسوينا يطلعنا ال ECG changes. على مود إيش وقت أقول stress ECG يطلع positive؟ قلنا ثلاث شغلات. أما هو نفس ال patient راح يطلع ECG changes سواء ST elevation أو ST depression أو مرات he was unable to exercise with more than 2 minutes and without developing cardiac symptoms فهذا أعتبره positive. أوكي شنو بعد ال contraindication مع stress ECG إذا تذكروها اللي هنا ثلاثة شنو ال heart failure و severe coronary artery disease وبعد واحدة اللي نسيتها هسه. اوكي هي هذا الكونسبت مال الاي سي جي اند واليوزز مالته. الكارديوك بايو ماركرز وي ويل ديسكاس تو بايو ماركرز. اول مثال اول بايو ماركرز انه مثلا اذا عندنا كاردييك سيل بها انزيمز وكونتنت من راح يصير دامج بالسيل بعدين الكونتنت راح يطلع لي البلد. اوكي صار elevation بالبلد فواحدة من ذني الانزيمز اللي هو اسمه تروبونين اذا صار كاردياك دامج راح يصير elevation بالتروبونين. اوكي التروبونين كلش سبيسيفيك للهارت كلش سنسيتيف تروبونين بانواع. اوكي بس انه تعرف انه هو is it specific for the heart يعني is enough انه تعرف انه اكو شيء اسمه تروبونين تعرف انه تروبونين يصعد بالماء بس بالكاردياك اي كاردياك دامج يسوي elevation بالتروبونين. اكو ديزيز ثانيه تسوي كاردياك دامج indirectly سواء عندنا البولميناري اديما بولميناري هايبرتنشن الستروك السبسس إذن كلهن يسوي indirectly يسوون damage للcardiac tissue وفيسوون elevation بالtroponin. فهو حتى even if you find an elevation بالtroponin does not mean that you have إنه هو رأساً عنده MI إنه احتمال disease ثاني أكو بس it's very sensitive and specific for the MI. Another biomarker اللي هو عندنا BNP brain natriuretic peptide. الفكرة مع brain natriuretic peptide إنه بالليفت atrium مثال أول واحد أكو شيء اسمه ANP atrial natriuretic peptide. الفكرة مالته إنه من يصير overload volume overload بالatrium الفوق هذا الفوق الatrium. أوكي راح يصير له بي expansion. من راح يصير له بي expansion لل left atrium للatrium الفوق راح يسوي peptide. It will secrete peptide. البeptide شنو وظيفته هذا اسمه ANP. شي يسوي diuresis. الميكانيزم يسوي دايريسيس اللي هي الدايليشن مال يزود البلد فلو تو ذا كيدني يزود البلد فلو تو ذا كيدني بعدين يسوي دايريسيس. فهي فكرته انه في على مود يقلل الفوليوم مال البلد الصاير بالهارت فيسوي دايريسيس. اوكي هذا اي ان بي. البي ان بي للفنتركل ليش سميناه برين لانه هو شيء اكتشفناه احنا بالبرين وبعدين اكتشفنا انه هو it's related to the ventricle. When do we use شوكت اكو هو volume overload هاي بالheart failure. اذا اريد تيست انه هذا patient
عنده هارت فيلر، اريد اعرف هو عنده هارت فيلر لو لا، تيست واحد اوكي، فهو البايو كيميكال تيست، فاقول بي ان بي صح، انه elevation واحدة بالبي ان بي is not يعني is not specific to the heart failure. البي ان بي هم يطلع انه بالرينال فيلر اوكي، رينال فيلر، بس مثلا اذا طلع نازل، اذا طلع البي ان بي نازل او نورمال، فهو هذا فور شور انه هو not heart failure for sure. اوكي، اقرب مثال ثاني اللي هو دي دايمر انه هو الكلوت، بلاد كلوت، من يصير بها ثرومبولايسيس يطلع لنا الدي دايمر، فاي ثرومبس بالجسم اكو يعني دي دايمر الفيتد. بس اذا واحد انه شيء اسمه بولميناري امبوليزم اوكي، وشفنا او احنا شكينا بولميناري امبوليزم، فسوينا الدي دايمر اول شيء، خلينا نفرض سوينا الدي دايمر طلع نيجاتيف، هو مستحيل عند البولمينر امبوزم. بس اذا طلع بوزيتيف، اكو اي كلوت بالجسم ثاني مش البولمينر امبوزم يسوون الليفيشن بالدي دايمر، فهو صح انه it will help your diagnosis but not confirm it. اوكي، okay, this is my point. We go into more details بالتكست. التروبونينز اللي هي اهم واحد، تروبونين تي اوكي، تروبونين اي و تي تو مايوكارديال انجري to diagnose MI. And هو التروبونين releases to the blood to myocyte damage أو necrosis. Okay, the modern assay قلت إنه هو we have a wide range of non-ischemic cardiac conditions that cause elevation بال serum troponin اللي هي سواء كنا sepsis, pulmonary embolism, stroke, A failure or renal failure, any abnormality, myocarditis, أي دامج يسوين، أي دامج يصير بالكارديوك تشو directly و indirectly يساعد التروبونين. أوكي، ال PNP peptide hormone يطلع من left ventricle، نستخدمه على diagnose heart failure. هو highly sensitive بس مرات يطلع عنه false، therefore have very few false negative result. يعني إذا واحد عنده heart failure وطلع ال أو أنا شاك عنده heart failure طلع ال PNP مالته نازل، فهذا مستحيل عنده، يعني it's unlikely for this patient to have heart failure. بس اكو he has يعني this test has a false positive انه هو يصير مثلا renal failure، هم يسوي elevation بال PNP. اوكي، فهذا يقول لك result should be interpreted in the clinical context، انه اني I have a suspicion of a disease سواء كان heart failure ويطلع positive it will aid my diagnosis. بس كconfirm my heart failure انه اعتمد بس على BNP no، انه همينة اسوي لازم further test اللي هي مثل echo والcardiac echo to assess. بعد واحدة من التست هو الاكس راي. الاكس راي شنو الهدف مالته؟ اول شيء نعرف الاناتوميكال structure مال الهارت، سواء اذا الهارت زاد بالسايز مالته، اكو شيء اسمه cardiac width و thoracic width. cardiac width اذا لازم اقل ال 50%، less than 50% of the thoracic ratio or thoracic width. okay، يعني اذا الهارت from this point to more than half، فهذا cardiomegaly، هذا increase بالheart size. okay، another significant انه ليش احنا بدنا نسوي اكس راي؟ اذا واحد اجانا shortness of breath من نقول الكومبلين شورتنس اوف بريث، احنا نقسمها اما كاردييك واما بولمونري، ف اتس امبورتنت تو ان نحصل chest x-ray اذا واحد عنده شورتنس اوف بريث تو اكسكلود اني باثولوجيز باللنج وبالهارت. واحده من الشغلات المهمه غير الكاردييك ريشيو والسايز مال الهارت، نعرف البولمونري فيسلز ذن البولمونري فيسلز اذا صار بعندنا واحد هارت فيلير ويصير backing up of blood، يصير pulmonary congestion، يصير pulmonary vein dilation، فتبين بالX-ray. فبالheart failure you know more details about it. But my point is that in X-ray we look at the lungs والpulmonary vessels والcardiac size. And these are the most important things نشوفها بالX-ray بالcardiac causes. بالهارت الاناتومي مالته مو نفس ما تتوقعون، انه هو
نشوفه رايت الرايت اتريوم جوا رايت فنتركل وقدامنا اللافس يعني ما تشين نشوفه. الهارت is sideways فنشوف الرفت left right ventricle interiorly left ventricle على السايد طالع الرايت اتريوم على اللفت سايد اوكي واللفت اتريوم left atrium on the posterior side ما نشوفه اصلا. ونشوف همين شنو نشوف ال هذا ايورتا ويكون شيء اسمه aortic knuckle. This is the aortic knuckle. فالبوستيريا شو نشوف من نشوف اللفت اتريوم ونشوف الايورتا همينه نشوف الايورتا من تنزل اوكي سموها ثراسك ايورتا اوكي. اذا صار عندنا problem with the aorta فصار عندنا مشكله بالaortic knuckle. اذا الرايت اذا الرايت فنتركل صار بي enlargement يطلع لنا بالانتيرير اذا الليفت فنتركل يطلع لنا بالبوستيرير. الليفت فنتركل بي فكره انه هو ما دام هو بالبوستيرير مرات it increase يصير عندنا شيء اسمه double shadow. More details we'll have بالاكس بالراديولوجي كورس but no this انه بالاناتومي مال الهارت انه راح يصير right ventricle anteriorly ونشوف left atrial behind يعني من posterior side. posterior side ماكو اي سري انه راح نباع من ورا السباين اكو bones فلازم lateral view. so you have two views right now posterior anterior و lateral view اللي هو on the left posterior anterior on the left on the right is a lateral view. كبيسكس مال الاكس راي عندنا تو مود اوف يعني فيوينج ان اكس راي تشست اكس راي اور ثري فيوز. السورس اكس راي اذا البيشنت ستاندينج انه ذا البيم مال الهارت فمن الباك سايد مالته يسموه بوستيرير بوستيرو انتيرير فروم ذا هيز باك سايد فروم بوستيرير تو هيز انتيرير بوستيرو انتيرير. ومن نشوف الصوره احنا نشوفها لايك وي ار فيوينج ذا بيشنت فروم ذا فرونت وي ار لوكينج ات ذا بيشنت فيس. فال right hand مالتنا تمثل ال left side مال الاكس راي يعني مثل الميرور. ال anterior posterior انه الاكس راي انه البيم مال الاكس راي عبر من ال anterior side to the posterior side so intro posterior. ومن نشوف الاكس راي like we are viewing the x-ray from يعني we are looking at the patient face okay. اكو فرق بيناتهم ليش احنا نقص اكو posterior interior واكو interior posterior اكو فرق بيناتهم اي اكو فرق بيناتهم. البوستيرير interior view هاي patient مسوي posterior interior view انه قال لها we ask the patient to put her hand on her hips اوكي وهسه نعرف ليش والبيم مال اللايت راح يروح من ال من ال من الفرونت سايد اوكي من الباك سايد تو ذا فرونت فسمي بي اي posterior interior اوكي. And this is the heart size. Look at the heart. هاي aortic knuckle وهذا الهارت وهذا ال pulmonary vessels وهاي lung field. Okay. Let's look at the picture. Same picture. بس احنا نشوف ال points مالتنا اللي هي the cardiothoracic ratio. بال posterior anterior نشوف انه ال cardio اللي هي cardio thoracic هذا thoracic هذا ال lower end. Cardiothoracic ratio, it's meaning comparing this diameter with this diameter. If it's less than 50%, there is no cardiomegaly present. If it's more than 50%, cardiomegaly is present. ليش سوينا لها ليش قلنا لها للpatient قلنا لها put your hands on your hips على مود الاسكابيلا. Look at the border مال الاسكابيلا. Okay. هاي border مال الاسكابيلا انه it moves away from the lung and it will be a clear view of my lung. Okay, take this point. سنتقل لل اكو هذا view اسمه lateral view من the lateral side of my patient. Okay, عندنا interior view. Interior view شنو مشكلته؟ Look at ما يقدر ما نقدر هو من شفت نستعمل interior posterior ذول البيد بام ذول الطابين ICU او على ventilator احتمال و develop shortness of breath okay. فنحتاج x-ray فيجيب portable x-ray واطق صورة للpatient من interior side. ما قل له شو اسمه نام على بطنك هو ما يقدر يتحرك اصلا وما اقدر اقول له قوم in standing وما اقدر اقول له سوي put your hands on your hip. فشنو مشكلة الانتيرير؟ شوف الكارديك width okay. شوف الثراسك width
it's around 50 and more than 50 and اذا نقارن انه الفرتبرا هو اي عبر الفرتبرا اذا نقارن الهارت اوكي اذا اذا it's more than 50% 50% هو كارديو ماجلي ثراسك كارديو ثراسك more than 50 فكارديو ماجلي والسكابيلا سوي اوبسكيور لللنج انه هاي تشوفون هاي المكان فاتح صار it's the same patient هذا same patient مال قبل بس شنو نشوف انه هذا البيشنت هسه عنده كارديو ماجلي وذاك هو قبل شويه بالبوستر انتر ما عنده كارديو ماجلي ف اوكي هسه الانتربريتيشن انه الاجز مال السكابيولا بالنص نسوي اوبسكيور للاكس راي ونشوف الكارديو ثراسيك ريشيو مور ذان 50% فيصير كارديو ماجلي او اراوند 50% ليش يصير عنده كارديو ماجلي لانه ال is exaggeration مال البيم مال اللايت فاذا قريب الهارت على اللايت سورس فالشادو اللي وراه طبعا اكبر اذا if it's further فالشادو راح يصير اصغر اوكي هو it's not the true cardiac size it's the apparent الظاهر لنا بالاكس راي but in reality انه هو الهارت ما بي كارديو ماجري بس انتيرو بوستيرو بروجكشن يطلع لنا عندنا كارديو ماجري فالإكس-راي is useful to determining the size, shape and heart. نشوف pulmonary blood vessels, نشوف lung field. ال most information نأخذها من posterior anterior view. The patient now كده full inspiration. I want to تطلع lung completely. ونشوف إذا pulmonary edema صار عندنا costofrank angle تختلف. وذن more details بال X-ray محاضرة X-ray radiology and in heart failure. The anterior posterior review شنو مشكلته perform when the patient cannot move movement is restricted but it magnifies the cardiac shadow والكارديو ماجلي انه هو enlargement بالكارديك شادو by comparing the maximum cardiac outline اللي هي الكارديو the maximum internal transverse diameter of the thoracic cardio thoracic ratio ال uses مالته شو وقت استعمل X-ray او من استعمل X-ray شنو اشوف إذا أكو عندنا derivation لوحدة من cardiac chambers سواء كان left atrium right atrium left ventricle right ventricle كل واحد بي finding left يصير عندنا left atrium يصير double cardiac shadow right atrial enlargement ما بي specific finding بس يطلع بال right heart border يطلع لنا ال right atrial enlargement left ventricle يسوي لنا prominence بال left side مال border فالتحفظ انت تحفظ الليفت اتريوم بي دبل كارديو شادو اوكي والرايت فنتركل تحفظ انه displaced apex upward وهاي displaced apex upward وين راح يشوفها تشوفها بالكونجنتال هارت ديزيز جماعة الكونجنتال هارت ديزيز ويصير عندهم دايليشن بالرايت فنتركل سواء كوبل سواء كان اي كوز فيسوي لنا عندنا ريزد apex كبيكتشر you don't have to see picture and interpret them right now and more details will come in lectures in the course my radiology the lateral view انه نشوف الكاردياك شادو همينه بس نلاحظ هنا عند ناك وايت هذا شنو هذا كلاسيفيكيشن فالفكره مالته نسوي انه lateral view to detect pericardial calcification with constrictive pericarditis ليش ما نقدر نسوي من الانتيريور فيو لانه السباين اذا هو الهارت بالنص والكالسيفيكيشن بالنص فالسباين راح يسوي لنا يعني الكالسيفيكيشن فاتح بلون البون والبون اصلا فاتح فواحد يغطي على الثاني اوكي اللونج فيلد همين نشوفها قلنا بالاكس راي ونشوف كونجستشن واديما ان بيشنت وذ هارت فيلر والديتيلز ويل كم ان ذا ليكتشرز اوكي ذيس از اكس راي انذر تيست اللي هو الايكو كارديوغرام الإكوكارديوغرام اللي هو مثل أوتراساوند بس for the heart أوكي ودو يعني شنو uses مال الإلكتروكارديوغرام هم يعني بي أكو شيء اسمه أكو شيء الإلكتروكارديوغرام 2 dimensional transthoracic أكو transesophageal أكو أنواع بي بس we'll discuss one after another in details هذا اللي قدامنا هذا transthoracic trans through the thoracic cage transthoracic أوكي Transthoracic إنه هو الإكو is obtained by placing the ultrasound transducer مثل الصورة اللي قبل شوية and have a two dimensional slice. إذا non invasive هو ultrasound مثل ultrasound non invasive شو كنت نستعمله أي cardiac أي
cardiac, myocardial, pericardial, valvular, abnormal, any problem with the heart, نشوف الايكو، نقدر نستعمل ايكو. اوكي؟ سواء problem بالستركتشر او problem بالفانكشن. وهم هي اكسترا كارديوك ابنورماليتي نقدر نستعمله. اوكي؟ سواء كان بالبلد فيسلز، the surrounding blood vessels همينة. اذا اكو مثلا ثرومبس بالاتريوم، ثرومبس او تيومر نشوفه بالايكو همينة. فهذا تراسوراسيك، انه احنا الترانسدوسر راح نخليه على تشيس وول، راح يطلع لنا بيم. نشوف الرايت فنتركل اول شيء على اللفت سايد، يعني كومبير ذا ليفت اند ذا رايت سايد، وهذا اللفت فنتركل وهاي ايورتا، اي او يعني ايورتا، اللفت اتريوم، ونشوف انه ذني الاي ام في سي اللي هي الانتيريور ميترال فالف، posterior or cusp, anterior mitral valve cusp or posterior mitral valve cusp. احنا حنشوف الفالفات، حنشوف الوول، حنشوف الفانكشن مال الهارت، نشوف مثلا اذا الدايليشن مال كل واحد، نشوف الاجكشن فراكشن مالته، نشوف مثلا هاو نقيس الاجكشن فراكشن. وهم نقدر نستخدم شيء اسمه دوبلر. الدوبلر البرنسبل مالته سهل، انه الترانسدوسر ايش راح يسوي؟ يسوي بيم اوف بيم بيم اوف راي على البلد سيلز. اوكي؟ وهاي راح ينعكس للبروب اللي احنا شايلين ويسوي له ريكوردينج. اوكي؟ اذا البلد از موفينج اواي فروم ذا ترانسدوسر، وعندنا بلد ويل موف تو ذا ترانسدوسر. اذا بلد جاي to the transducer في ال velocity مالته، في ال waves راح تجينا أقوى، وال velocity راح تجينا أسرع، فيصير upward deflection. واللون اللي راح يجي إذا نريد يعني دوبلر ألوان، هيجينا لون أحمر color doppler، فيصير red color. إذا نفس ال transducer but blood is moving away from the يعني the waves, a blood is moving away from the transducer, في الwave reflection مالتها حيصير less، فيصير reflection لجوا. اوكي؟ نفس من احنا دنباوع بعيننا على object، كل ما الobject يتقرب من عيننا كل ما الobject يصير اكبر، كل ما الobject ابعد راح يصير object اصغر. فهي نفس الفكرة، كل ما the blood is moving away حيصير upward deflection is bigger getting bigger. If it moves toward the transducer, if it moves away فهو less يطلع أو downward deflection. okay. واللون مالته شنو؟ blue. okay. let's have an example. إنه عندنا هسه هذا مثلاً transducer، خلينا على الهارت. الهارت كان بي بروبلم اللي هو كان ستينوتيك ايورتيك فالف، يعني نارو ايورتيك فالف، مينينج انه اكو ديستربنس بالفانكشن مال الفالف. let me ask you a question. اذا هو الستينوتيك فالف، اذا الفالف الديامتر مالته قليل small diameter، وعندنا فالف ديامتر مالته اعلى، يا هو الاسرع which one يا هو اللي حنشوف بي more blood flow راح يصير بي اسرع، is it that this valve or this valve اللي بي wide diameter لو narrow diameter. okay. صح الجواب اللي هو النارو. النارو راح يصير velocity مالته اسرع. نفس احنا مثلا من نطلع لحديقه ونسقي النباتات ونسوي pressure على الفرنت سايد مال الصونده، فيصير تزداد ال velocity في ال water splashes for a further area، هي ال velocity، لأن من تقلل ال diameter لحن شو نسوي؟ لحن نزود ال velocity. فهنا بهذا ال example إنه عنده شنو؟ أنا هسه transducer وال blood دايمشي بهالاتجاه، تتوقعون away from the transducer تتوقعون deflection صاير upward لو downward؟ if it moves away فإس downward. اوكي okay. It's downward deflection. اوكي okay. تتوقعون اللون مالته away from the valve شنو لونه؟ احمر لو ازرق؟ فهو ازرق، من يطلع لنا color doppler فيطلع لنا blue.
اوكي احنا ال velocity قبل شوي قلنا انه ال velocity زادت السرعه وما ادري شنو. Is it important? Yeah. Look at this example. Look at the picture, don't look at the right. وخلني اسوي interpretation. هو نفسه هذا aortic stenosis ونفسه سويت له الدوبلر. صار عنده downward deflection. Look at this picture, downward deflection. صار downward deflection يعني مو blood moves away from the transducer. اوكي خلصنا منها مو مشكله. كان طبيعي هو يتغير away. هسه خلينا نقيس الفيلوسيتي. الفيلوسيتي هنا اعطيها مثلا هنا 3 هاي متر بير سكند هاي فيلوسيتي. اوكي يو دونت نيد تو ريد ات بس هذا كاكزامبل انه هنا تقريبا 2.9 لانه هو شويه جوه الثمانية. حد يقول له شنو اعرف؟ اقول لكم انا كذاب كنت ابع على هذا الرقم كنت ابع لهنا. بس هو الاي في ماكس هو يطلع لكم يعني تطلع لكم انتربريتيشن ماكو داعي تفكرون انه هاي اي في ماكس هنا 2.9. الفكره مالتي ان ذاك الاكزامبل بالنورمال بالريستنج سيستوليك فلو انه الايورتيك فالف السبيد مالته 1 متر بير سكند اند ذس از 2.9 ابروكسيمتلي 3 متر بير سكند. كل ما يزداد aortic stenosis صار increase بال blood acceleration through the narrow orifice. بالسيفير انه السيفير البيك مال السيفير هو 5 متر بير سكند. فاحنا نقدر نسوي evaluation اكو ارقام يعني نقدر نقول اذا مثلا هو صاير 4 صاير 5 فهو سيفير، اذا 1 هو low انه هو مو سيفير moderate low يعني low to moderate aortic stenosis. الفيلوسيتي قلنا انه هذا القانون مالته كل ما تزداد الكروس سكشنال اريا كل ما تقل الفيلوسيتي اند فايس فيرسا. هسه ذا فيلوسيتي از ريكوردينج بالاكزامبل مالتنا مال aortic stenosis ان ذس اكزامبل هو ابروكسيمتلي 2.98 اللي هو عرفناه انه هو فروم ذس فروم ريدين ذس ايكو سلايد. الكالر دوبلر كالر دوبلر از ذس. اوكي انا هم خليته ترانسدوسر خليته انو سايد ذس سايد ذس از ذا تشست وول وانا خليته ترانسدوسر هنا ذس از ذا ترانسدوسر هاي هاي البيم هذا الرايت فنتريكل اول شيء قدامنا بعدين الرايت اتريوم. البلد فلو تتوقعونه من الرايت فنتريكل للرايت اتريوم من الرايت اتريوم للرايت فنتريكل عفيه من الاتريوم من الرايت اتريوم للرايت فنتريكل. فالبلد فلو وين راح يصير؟ طبعا خلينا نمسح. فالبلد فلو يصير this side toward the transducer. اوكي toward the transducer فيالون فيالون red. the frequency مالته شنو؟ upward. اوكي بس هنا شنو؟ هنا بنشوف اكو blue blood يعني دم ده يمشي away from the transducer فهذا يطلع لنا blue وده يصير mixing بالنص فيطلع لنا اصفر طبعا. اوكي يطلع لنا هيجي اصفر على هاي فهذا الميكسينج. اوكي ف blood going from the right ventricle to the right atrium is abnormal وهذا نسميه انه هو عندنا مشكله بالفالف هذا الفالف اللي يفصل بين الاتريوم والفنتركل ويصير عندنا دم يرجع نسميه regurgitation. blood leaks from the right ventricle to the right atrium. The explanation جوا blood is shown flowing out from the electrocardiogram probe as a blue signal toward the probe or toward the probe as a red signal away from the probe as a blue signal. بهذا البيشنت الفالف اللي يفصل بين right ventricle right atrium والتريكسبيد والتريكسبيد regurgitation يسوي blood flow يرجع من right ventricle للright atrium during systole. okay فهذا this example ان الفكره مالتنا انه this simple procedure this color doppler عرفنا انه severity مال valvular heart disease وسوى diagnosis لل valvular heart disease. وتخيل وياي اذا عندنا مشكله هنا فتحه بين right ventricle left ventricle فهمنا نفس الشيء انه اذا خلينا البروب راح نشوف a blood flowing from this side to this side يعني it's exchange بال blood همين نشوفه بالايكو. الدوبلر ايكو blood flow within the heart to the great vessels. البرنسبلز مال الدوبلر ان waves reflected from moving objects such as red blood cells والفريكونسي هذا هاي الفريكونسي هاي الموجة الويف. the greater the frequency the faster the blood is moving
With Doppler echo can detect speed and the direction of the blood in the heart chamber also. وقلنا upward deflection, downward deflection, Doppler يطلع لنا colors. Okay. Toward the transducer هو red. Away from the transducer هو شنو؟ blue. Okay. غير الدوبلر ايش عندنا؟ شيء اسمه stress echocardiogram. بالضبط نفس stress ECG. بالضبط نفس هاي بس احنا ما نقيس ECG changes نشوف ال wall changes نشوف ال wall movement بالإيكو نشوف ال wall movement same principles بالضبط same principle انه واحد انه suspected coronary artery disease انه but he is unsuitable for exercise stress testing و he can't do ECG for any problem فاحنا نستخدم الايكو يعني اذا اي سي جي اصلا عنده changes what I want to detect انه if he has something new or I want to detect the يعني وين البروبلم بالضبط فاستخدم ستريس اي سي جي واشوف شنو الريسبونس مالتها احنا ستريس اي سي جي ما نخلي على تريدميل اغلب الشيء نسوي دراجز نعطي دراجز اسمها اينوتروبس اللي هزود الكونتراكشن مال الهارت وفي الموفمنت مايوكارديال سيجمنت with poor blood supply become ischemic or contract under blood في الوال موشن تتأثر abnormally بالسكان بس كإيكو ستريس ECG كإيكو ستريس we don't use it a lot يعني just know انه هو ستريس إيكو ما نستعمله هواي وإذا استعملناه فهو manifestation تطلع به هو abnormal wall movement. Transesophageal echocardiogram اللي probe مالت transducer هخليه من الاسوفاجس trans through the esophagus echocardiograph. Okay. وشك نستعملها إذا أكو disease بال blood vessels سواء الأورتا سواء ال chambers ال posterior side. Okay. وحتى الريزولوشن مالته اعلى من الاصلي يعني هو كمدام closer to the heart فالريزولوشن مالته اعلى في استخدامات مالته اما blood vessels اما left atrium اللي هو على البوستيرير سايد قبل شوي قلنا واذا نشوف اكو thrombus بالبوستيرير سايد اذا اكو thrombus cardiocos فدور عليها بالترانس اسوفيجيال البريبريشن انه قلنا انه sedation انه نسوي sedation سواء كان IV او local anesthetic انه سبراي يسوي بعد يسوي لوس اوف سنسيشن عند بالماوث وهاي ما يصير عنده ديسكمفورت فهنا نستعمل الترانس اسوفيجيال ايكوكارديوغرام الماونتد على تيوب ويتخلونه بالاسوفاجس يطوا لوكال انستيزيا او انترافينس سيديشن يطر الايمج مالته هاي ريزولوشن وشو وقت نستعمله همينه بالفايبولار هارت ديزيز اغلبها الميترال فالف لانه هو بالليفت اتريوم ونشوف ندور على complication مالته أو الأيورتا نشوفها وإذا ندور على source مال embolus يعني هو واحد إجانا مثلا stroke فأني source مال الأمبولس شكيت بها cardiac لأن هو عنده history أو عنده symptoms أصلا مال عنده عنده أرثمية فمن هاي اقدر اسوي له الترانس اسوفيجيال ايكو ونشوف الثرومبس هناك وهي هاي نفس الثرومبس اللي سوت عند ستروك من الهارت راحت ثرو ذا ارتري ثرو ذا ايورتا راحت للبرين اوكي جست تو ريفيو خلينا نسوي ريفيو انه احنا عندنا ايكو وعندنا اكس راي ايميجينج ذن نحكي عنهن ذن هسه شرحناهن واللي هي موستلي يوزد X-ray قلنا انه اغلبها posterior interior قلنا ناخذ full inspiration interior posterior يسوي cardiomegaly والcardiomegaly هو comparison بين cardiac ratio و transthoracic ratio نفس X-ray شي طلع انه يصل لان كل chamber وشوف بها enlargement مال every chamber of the heart نشوف اذا اكو enlargement سواء بال left atrium, right ventricle, شوف الانلارجمنت مالتها قلنا نحفظها انه اذا اكو right ventricle في الابكس upward اذا قلنا اذا اكو left atrial enlargement نشوفه من اللاترال فيو ونشوفه double cardiac shadow الاكس راي بعد نشوف بها البولمينري vessels
ونشوف بيه بلاترال فيو ونشوف اذا اكو بيركارديال كالسيفيكيشن ونشوف اكو بروبلمز وذ ايورتا. الايكو الايكو هم راح نقسمه. الايكو عندنا الايكو 2 دايمنشنال 2 دي هم نشوف الفانكشن مال عددهن عدد نقول عدد الفالف المايو هي بس البيركارديال مايوكارديال فالفيلر وكارديال يعني ذني والبلد فيسلز اوكي ان هاي 2 دي وعندنا ترانس اسوفيجيال هذا اللي قدامنا مال اللي يشوف الفانكشن هاي ريزولوشن اذا ندور سبيسيفيك فالف مثل الميترال والليفت اتريوم وسورس مال الثرومبس يعني سو سبيسيفيك يعني اذا اكو طلع عندنا يعني عندنا احتمال ميترال فالف برولابس احتمال اكو ثرومبس على مود وي فيجوالايز ات مور نشوف ترانس اسوفيجيال. يبقى شيء اسمه دوبلر هم نستعمله على مود نشوف البلد فلو وقلنا هو نفس اليوزز بالضبط بس از انذر مود يعني انه هو مثل بدل ما كنا ابيض واسود فس نشوف الوان ونشوف احسن اوكي ونشوف السيفيريتي مال الفالفولار هارت ديزيز او الجريت فيسل. الثيرد وان از ستريس ايكو. ستريس ايكو نفس الفكره مال الاي سي جي هم نقول له خلي يعني على سواء درج او على جهاز ونشوف الوول موفمنت اذا اكو انه ديكريس او بالوول موفمنت فهو ساين اكو كاردييك ديزيز. Other one is catheterization. Catheterization هي القسطرة. القسطرة شنو فكرتها؟ إنه هطبب كاثيتر من الفيمورال أرتري أو من البريكيال أرتري ودخله للهارت وأوقف وين؟ أوقف في بداية الكورونري أرتريز وأحقن داي. فهاي الداي من أحقنها اسمها انجيوغرام. انجيوغرام انجيو مين بلد فيسل جرام انه انجيو بلد فيسل جرام انه هو the way we visualize it okay this is a gram okay for we visualize blood vessels or coronary arteries of the heart. شلون الميثود؟ انه طبب النيدل بعدين نخلي الكاثيتر وبعدين النيدل نوخرها اللي هي ها نيدل بها واير وبعدين نوخر النيدل يبقى بس الواير وبعدين الكاثيتر انتدوس واي اوفر ذا واير انتو ذا هارت. الاستعمالات شنو؟ انه هسه مثلا هذا انجيوغرام ذس از ان انجيوغرام نشوف اكو هنا بالبلد فيسل ذس از استينوتيك فالف مبين هذا تشوفون شلون ستينوسيس ايش قد رفيع اوكي فهذا اكو ستينوسيس في الداي يعني اذا هذا الارتري اذا هنا اكو ستينوسيس فمن ينملى بلاد فيطلع انه هيك يطلع انه مثل التضيق اكو يطلع انه هيك مثل السترايك مال الداي تطلع انه اوكي. الكارديو كاثيترايزيشن اما دايجنوستيك اعرف انه عنده هذا هنا ستينوسيس بهذا in this part of this artery او هو نفسه أن طببت الكاثيتر نفس الفيزيولوجيكال الكترو فيزيولوجيكال ستديز انه هم دايجنوستيك وهم ثيرابيوتيك انه اني هم راح اطبب ستنت انه هو a way to dilate the diseased artery فيصير له dilation وستينوسيس يروح. Involve special catheterization اما بالبروفير ارت من البروفير ارتري ندخلهن سواء كان femoral سواء كان البريكيل وهم نقيس بي نقدر غير انجيوغرام نقدر نقيس بي البلد بريشر والاكسجين ساتوريشن مال كاردييك تشامبر مال سواء كان كاردييك تشامبرز ونقدر نحقن داي ويسوي انجيوغرام. Is used not only to diagnose coronary artery disease or valvular heart disease but as a therapeutic measure يعني arterial stenosis أو إنه narrowed valve إنه نطبب الكاثيتر ونسوي replacement للnarrowed valve أو نخلي الكاثيتر ونسوي بها micro surgery للcongenital anomaly اللي هو سواء واحد عنده مثلاً الهارت مالته أوكي وعنده بالسبتم هذا اللي يفصل بين بين right ventricle left ventricle right ventricle أكو opening فأنا دخل كاثيتر وأسوي surgery لهذا المكان على مود أسد ال VSD ويرجع normal فأطبب كاثيتر
ما اسوي open surgery وافتح الهارت من يعني transcutaneous. اوكي وي دونت هاف تو يعني نسوي open surgery ونفتح chest wall وعلى مود نسوي treatment للهارت. هاي نن هاي يعني simple procedure الهيلينج مالتها اسرع واحسن من الopen heart surgery. اوكي عندنا imaging ثاني اللي هو بهاي الكتابة الصغيرة ما اعرف ليش صارت صغيرة اللي هو ال 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 سي ال سي تي سي تي سكان. السي تي سكان السي تي سكان اذا مثلا واحد انه انا شاك بي عنده ستينوسز بس ما اقدر اطببه كاثيترايزيشن على مود انه هو على مود اعرف وين مكان الستينوسز فاطي وين اوديه سي تي. السي تي يطلع انه هاي ريزولوشن ايمج ومو انفيسيف ما احتاج اسوي عمليه واشوف الكالسيفايد ارتري او كالسيفايد ارتري اشوف ان هاي ريزولوشن. اوكي فهسه شو وقت ليش استعمله وما استعمل كاثيترايزيشن اذا اكو كونترا انديكيشن. اذا اكو اي واحده من الكونترا انديكيشن مال الكاثيترايزيشن فما استعمل فاستعمل سي تي. اوكي السي تي مشكلته شنو؟ السي تي مشكلته من اول ما اكتشفوا له هسه انه هو الدوز مال راديشن عاليه من يقدر انه هي مشكله الهاي دوز مال راديشن تخليه ولو فاست ولو هاي بس احنا ما نستعمله انه هو من وراء الدوز مال راديشن. يعني هو طبق هاي هارت فيلر انت تطلع ثايرويد كانسر اذا مثلا بيشنت هم هي نعتبر على الكونترا انديكيشن. مثلا اذا مثلا بيشنت بريجننت اوكي انا ما وديها اكس راي. انت يعني ليش توديها اكس راي؟ انت الاكس راي راديشن واحتمال هي البريجننسي مالته تسوي بي انوماليز من وراء انت الميجرز اللي احنا نسويه الاكس راي والسي تي. تمام احنا الدوز هاي مره مرتين ثلاثه سيم بيشنت هي ويل ديفلوب كانسر لوكيميا اي كايند اوف انكولوج يعني كانسر ديزيز. اوكي فهو السي تي كورونر انجيوغرافي هو اغلب شيء يستعملوه نون انفيسيف ما نحتاج انه نطبب نيدل ثرو ذا ارتري كورونر ارتيز عشان نشوفها. اوكي useful to rule out significant coronary artery disease in low to intermediate pretest patient. يعني دول نفسهم جماعه الستريس اي سي جي انهم عندهم low to risk factor بس انه لا الستريس اي سي جي طلع لهم بعدين سوينا لهم catheterization angiogram وطلع همينه انه طلع بالانجيوغرام بس هو نفسه اذا low risk contra indication للانجيوغرام للكاثيترا للانجيوغرافي او الدي راسا سي تي. المشكله مالته وقلنا لارج دوز مال راديشن لهذا الفيزيشن بريفر ستريس ايكو وستريس ام ار اي اوفر ات بيكوز اوف ذا ايونايزنج راديشن. الام ار اي هم من هذا اخر السبجكت قبل الاخير. الام ار اي هم من اليوسز مالته قليله بس هو الجولد ستاندرد اذا واحد عنده ان نريد نعرف الفانكشن مال الهارت اذا نريد نعرف اكو فايبروسيس بالهارت نشوف نستعمل ام ار اي. اوكي احنا بهالصوره انه بالام ار اي هذا الهارت وهذا الوول مال الهارت يعني هذا يعني this is a section of the heart انه a cut section هاي الهارت muscle this is all the heart muscle. اوكي وانا احقن داي. اوكي الداي صارت اسود هنا صارت اسود ويا الداي فهنا المناطق البيض اللي هي ما مستلمة الداي يعني بيها سكيميا. اوكي عندنا المنطقه هسه هنا هاي الصوره اليمنى اكو هي مو ترانسميورال مو فول ثيكنس هاي بارشل ثيكنس. هنا بالعكس انه حقنت الداي تشوفون هذا الوول كله ابيض ما مستلم الداي يعني هاي فول ثيكنس. هوين شفته بالام ار اي شلون حقن الداي شنو تتوقع شنو الكونترا انديكيشن مال الامراي؟ الامراي يستخدم ماجنتيك بيم. في الماجنتيك بيم اذا واحد انت بيس ميكر اني ميتاليك اوبجكت فهو كونترا انديكيشن للامراي. اذا عندك ديفيبريليتر فهو يقول لك انه هو سيف ما يحتاج انه هو سيف وسنسيتيف تو ديتكت اني كاردييك ابنورماليتي. سيفتي لأن ما بي هذا الدوس مال راديشن هو يعتمد على البرنسبل مال إنه هو ماجنتيك ويفز
والماجنتوف ويفز على الووتر مولكيولز، مو نفس السي تي انه هو راديشن ويفز. It is superior to the over the other non-invasive measures to diagnose the congenital disease of the aorta, disease of the coronary arteries. هم نستعمل الامراي نستعمل على السي تي. هو الجولد ستاندرد مال الليفت اند رايت فنتركولار فوليوم والفانكشن مالتهم. اوكي اكو شيء اسمه مايوكارديال برفيوجن اللي هو الصوره الاول صوره انه نشوف احنا نحقن داي ونشوف الكونتراست ايش وقت قد ياخذ الكونتراست اذا اخذها كلها او صار عنده اذا اخذها كلها او جزء معين ما اخذ الكونتراست او جزء معين اخذ الكونتراست بعدين ما اخذه هاي هم سيجنيفيكانت اذا نعرف الثيكنس مال الاسكيميا واذا صار ديلي بانه ياخذ ياخذ الداي فهو سكارينج فايبروسيس بس ان جنرال انه هو الامر ايش وقت نستعمله انه واحد عنده probability انه هو عنده ديزيز وعنده abnormal ECG finding okay بس ما شفنا اي finding لا بالexercise ECG ولا قلنا الفارماكولوجيكال ايكو همينه ما اكتشفه فاحنا نستعمل الامراي اور النوكليار ايميجينج اوكي احنا بالستايدر وراها شنو النوكليار ايميجينج نوكليار ايميجينج كانت يعني انه همين نستخدم بها الكاردياك فانكشن وهمين بها انواع وهمين هذا حكي بس الامراي ات سبستيتوت ذا يوسج اوف ذا يعني radionuclide imaging and as a final review احنا عندنا هسه catheterization catheter عندنا CT عندنا MRI هذا قلنا gold standard مال الفوليوم هذا نستخدم angiograph NGO للواحد الى contraindication للcatheterization CT NGO لأي واحد الcatheterization contraindicated والكاثيدرايزيشن از اهم ثيرابيوتيك قلنا انه يوخر الستينوسيس فاض يزخرون ستنت ويوس اون بيه الستينوسيس او هو اما هو ثيرابيوتيك اما انفستيجيشن اما بدي اشوف وين اكو الستينوتيك فاض ان ويتش بارت هو الهارت الارتري بي ستينوسيس وهي هاي المحاضره مال انفستيجيشن كل شيء ستريت فورورد وما تحتاج هي كم معلومه And thank you guys. See you next lecture.